التونسي وعملية تجميل. موضوعنا اليوم معنا منال عمارة اللي حبينا نشوفوا زادة المشاهير والناس المعروفين والفنانين كيفاش شنو علاقتهم مع عملية التجميل. منال شكرا على قبول الدعوة، رأيك في اللي سمعته الكل؟ والله فريمون جي تي تري توشي بار لو كا نتاع سندس، فريمون يعطيك الصحة برافو. سورتو انا معناتها اللي نشوف هو لو ميساج، خاطر انا كارتيست اليوم زيد سي تا ميساج حاب نوصلو، دونك فريمون برافو، على خاطر سي با سامبل باش حد، سي با فاسيل باش حد يحب يوصل ان ميساج. جينيرالمون اللي عنده حاجه باهيه يولي يحب يخليها لي هو كهو، داكوغ. دون لو كا نتاع مدام زيد سي تري كوراجو دو سا بار. انا الابروش نتاعي لعمليه التجميل مش مهمه من عندي انا، مهمه من عند العبيد اللي يغزلوا لي. هاني جايك هاني جايك زاد انتوما الفنانين راهو مش كان في تونس، في العالم العربي والغربي وكل شيء، نجم نقولوا الفنانين هما اللي بداوا الحكايه، المشاهير هما اللي بداوا يقولوا عليها، ولا هما اللي بداوا نحن معناتها الجمهور يلاحظ عليهم، خاطر هما ريفيرونس. فوالا خاطر هما ريفيرونس لبرشا ناس. عمل منال باش نوريك تقرير حضروا صديق ليك وزميلنا سي الهادي زعيم. سي الهادي زعيم اللي هو صديق الفنانين والمشاهير في تونس، هو عنده حكايات المشاهير والفنانين خاصة. لا هو عنده حكايات وصديق الفنانين والمشاهير في تونس، أما نصور سي الهادي بعد التقرير هذايا باش يفقد بعض الأصدقاء. نتصور أنا يمكن أنا غلط. نشوفوا التقرير اللي عملوا سي هادي غايم ونرجعوا نحكيه. التجميل تاريخيا يرجعنا قرون مع كليوباترا ونيفرتيتي، وين تم اكتشاف عمليات تجميل على الخشم والفم والعينين كانوا يقوموا بها الفراعنه منذ اكثر من 3500 سنه التالي. ارتبط في الاول التجميل بالمشاهير والنجوم في المجالات الكل، لكن اليوم الإقبال على قاعات العمليات للتغيير ولات حاجة عادية كما الإقبال على قاعات الحلاقة والتجميل. هذا كريستيانو رونالدو بعد التجميل، الفرق واضح. وهذا توم كروز كما تشوفوا تبدل برشا. مايكل جاكسون يبقى مثال شهير. برشا نجوم اليوم تبدلت صورتهم للأفضل، سيلين ديون، نيكولاس كيج، جوليا روبرتس. في العالم العربي هذه الفنانة نانسي عجرم في آخر كليباتها نرجع 15 سنة التالي، هذه نانسي في محتجالك، الفرق كبير. هذا عمرو ذياب عام 96 في كليب حبيبي يا نور العين، وهذا نفس الفنان بعد 10 سنين، وهذا عمرو ذياب اليوم. الزمن ما عنده حتى تأثير عليه. هذه الفنانة أحلام قبل وبعد. الفنانة أنغام تبدلت برشا. هذه إيلين خلف، وهذه الفنانة شيرين. سبور وإلا ريجيم ما ينجموش وحدهم يوصلوك للنتيجة اللي يرغبوا فيها برشا ناس. لليوم أبرز النجوم التوانسة ينكروا القيام بعمليات تجميل. فما عملية تجميل؟ لا 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 ضدها صوفيا عملية؟ لا مش ضدها، بتاتر نوصل لها نهار من نهارات، ما مش طب. هل لجأت لطيفة إلى البوتوكس؟ عملية تجميل؟ لا بوتوكس؟ لا هنشوف في حاجات والله لا وجهي منفوخة تمرقتش شطرة رفيع عامله خشمي معناتها رفيع عامله فمي رفيع مجلده رفيع شنو ها بلي بريسك بلاش مكياج ماكش عامله اي حتى عمليه حتى عمليه تجميل ماني عامله احلف والله العظيم ماني عامله حتى عمليه تجميل. عمليه التجميل اليوم ولات واقع وين الفنانات الكل ولاو يشبهوا لبعضهم، هذه هيفا وهبي وهذه الفنانه قمر وهذه ابتسام تسكت، نفس العينين ونفس الخشم والفم. التجميل عالم كبير يحلم فيه أي شخص باش تتبدل صورته للأفضل بعد العملية. والله يا سي الهادي ربي يهديه، معناتها ما فهمت منال.
انا فما حاجه اللي هي الرياكسيون تاع الناس اللي حاضرين هنايا الكل في استوديو انهم يضحكوا على العبد كيفاش كان قبل. انا الحاجه هذه جو تروف اللي ماهيش صحيحه بالكل. انا واحده من الناس، فما برشا ناس يحطوا لي عمار معروفه تصوير، فما من العماره فما عمار، عمار هو من العماره قبل داكوغ. دونك بيان سور لا ما عندي حتى مشكله فيها الحكايه. برشا وحتى فنانين، فما فنانين يضحكوا عليا كيفاش كنت قبل، انا نضحك عليهم كيفاش هما توا، معناتها سي غراف. انا على الاقل مش نتحسن. انت كفنانه ولا كفنان تضحك عليا انا كيفاش كنت قبل، تشوفني انا او موا جاي ايفولوي، معناتها في اي حاجه الانسان لازم يقدم. خلينا نبداو خطوه خطوه ساعه، خلينا نبداو واحده واحده قبل ما نجيو لمنال عمار. هاي اش عمل؟ والله يا منال هذه هادي راه، والله هادي خاتيني، والله هادي راه، ما عندي حتى مشكلة سيدي. انا راه زعيم معناتها منال هو مو شو نقول لك انا معناتها اسمعني والله يتعب معناتها يمكن مصور خايف ولا حاسب ايش نقول لك؟ بين بيه قول له سن اسمعني مانيش نسمع، مانيش نسمع بالقدر. توا بالله ما نسمعش حتى يا سيدي. سافا معناتها خلينا نحيهم قبل ومن بعد، معناتها رينا شنو هو هذه؟ لا نسخايل خاتيتنا هذه. باهي ساعة خلينا نبداو بالخطوة بالخطوة نقدم. ال ال والله لا والله مانيش نضحك عادي تتخيلوا فيه، على خاطر هو المشكل توا معناتها المجال الفني في تونس كعبتين وكعبه والكل نعرفوا بعض وتقريبا كنا اصدقاء. انا على الاقل نقول لا لا نعرف، اما شو حبيت نقول انا على زميلاتك معناتها شنو رايك في اللي قالوه؟ معناتها لا، كل حد يتحمل مسؤوليه الكلام اللي يقوله على روحه. إيه اذا كان انت تعمل وما تقولش سيكو فما مشكله كيلكو باغ، خاطر انا مثلا جو بونس اللي ما يلزمش واحد يستبله المشاهد، معناتها انت تجي تقول انا ما عملتش يضحكوا عليك الناس، تقول انا عملت وكها وعليه. مانيش باش نسمي حتى حد، مانيش نحكي على حتى حد، لكن كل واحد مسؤول على الكلمة نتاعو وكها. اي اما علاش حسب رايك انت؟ معناتها كيما قلت انت بالرغم اللي سامحني يمكن انا غلط راني ما نفهمش، معناتها اللي هو ظاهر بالضرب وانا فما حاجه تبدلت في اثنين توا كيما نشوفها في الدكتوره لجنف وراي تحكي والدكتور جمال على عمرو ذياب تقول يا اخي شبيه ماشي ويا صغار، معناتها ماش ولا معناتها الوقت يتعدى وماشي ماشي ويا صغار، اما وانه واللي هو ماهيش حاجه خايبه معناتها ان شاء الله كنا نمشي وانا صغار حاجه طياره ياسر، حاجه طياره ياسر، اما علاش هذا ليه ما عملت شيء والله وجهي منفوخ وين وانت ترى في حاجه يا اخي مبدله ولا معناتها علاش حسب رايك انت؟ بوتيتر يخافوا من الحاجه اللي هي صارت لي انا توا مثلا، انا برشا يجوا يقولوا لي ابخي تو انت الكلكم مركبه، ابخي تو انت الكلكم عاوده، ابخي تو معناتها نانسي عجرم تقول وهيفا وهبي تقول ومحبوبين نانسي عجرم يحبوها. فما حكايه ثقه في النفس اللي هي مهمه ياسر، فما حكيت معناتها الفنان يعمل حاجه قبل معناتها ما تعجب الناس، لازمك تعجب روحك انت، لازم تبدا انت مقتنع بالحاجه اللي عاملها، على خاطر اون بو با بليغ اوز اوتر دو مومون اللي انت معناتها روحك ما تعجبكش. دونك هذه الحاجه الاولى، اذا كان العبد يعمل وما يقولش جو بونس كو سي ان بروبليم بسيشيك كيلكو باغ، بوتيتر هو ايل غوفوز، بوتيتر الدكتوره تنجم تفسر لنا اكثر الحكايه هذيا. هنا يمكن مش حكايه الدكتوره، يمكن حكايه خايفين، اما معناتها يمكن خايفين من رده الفعل نتاع الجمهور نتاعهم. اللي باش يعمل حاجه باهيه، اليوم نحن مسؤولين على ايماج باش نعطيوها. اي انا غدوه اذا كان نظهر في لوك خايب، ولا اذا كان نظهر في صوره ماهيش مزيانه برشا، الجمهور نتاعي انا باش نخسره بشويه بشويه، خاطر الجمهور يساتون ديما باش يشوف، احنا اليوم عصر الصوره، باش يشوف اون ايماج بارفيت. باش يشوف كي تبدا باش ديما نسمي الكام تاعي انا، من العماره لابسه روبه لازمها تبدا روبه خارج عليها على الاخر، الشعر لازم يبدا اسورتي، الوجه لازم يبدا مرتاح ولازم يبدا مفنفن هكا انا نقول اكسيتيرا. بالوقت لازم واحد يمشي ويتحسن، لازمش واحد يمشي ويخيب. دونك بوتيتر فما ناس تخاف تتخايل معناتها اللي كي تعمل وما تقولش
هذيك سيت اون سوليسيون باش توري اللي انت ديما لاباس عليك وديما محليك وديما سافا. اما مش نوعا ما كما قلت انت استبلاه بالجمهور؟ انا بالنسبه لي نشوفه استبلاه. انا في استراتيجي نتاع خدمتي جي شوازي داتخ مع الجمهور نتاعي معناتها كل شيء انا اخترت باش نكون سو لي بروجيكتور دونك كل شيء يعرفوه علي. معناتها حتى اترافيغ لي ريزو سوسيو انا اليوم الفنانة الاكثر متابعه في التواصل توسكي فيسبوك وتوسكي سناب شات وتوسكي انستغرام على خاطر نحاول باش ندخل الجمهور في حياتي دو تيل فازون اللي نستبلهم لنكذب عليهم لنغلطهم بالعكس ننصحهم ونقول لهم شنو اللي عملت شنو اللي ما عملت شنو نستعمل برودويات وين نمشي شنو اكسيتيرا على خاطر نشوف اللي انا اليوم عندي صوره لازمني نستغلها باش ناثر ايجابيا على الناس اللي تبعني. باش نقعدوا في الموضوع انت من غير ما معناتها ما نسميه حد ولا كذا معناتها شنو هو تنصح فنان معناتها من غير ما نسميه ولا فلان لعمر لزايد وكذا فنان عمل الحاجات قد حاجات في بدنه وباش يتوجه الجمهور معناتها انت تنصحه انه يصارح جمهوره ما يمكنش زاده رده الفعل نتاع الجمهور تكون مش باهيه بالاخص كي تبدا حاجه ماهيش ظاهره برشا. إذا كان هو عمل حاجة جينيرالمون تعمل حاجة باش تحلى معناتها باش تحسن كلكو شوز في بدنك ولا في وجهك ولا تصور روحك وتقول شوفوا محلين اللي عملت هكا وهكا وهكا خاطر أنت كفنان قبل ما تكون فنان ناخذوا الكان تاع فنانة مرأة دونك أنت تعمل حاجة ولا حتى رجال مش مقصرين معناتها حتى رجال حتى رجال أنا جو بونس اللي لازمك بالعكس تقول للجمهور نتاعك أنت عملت اللي انت شنو اللي عملته ورده الفعل نتاع الجمهور زعما كيفاش؟ الجمهور كان يحبك يقعد معك، ما فماش اليوم جمهور باش يكره فنان على خاطره تحسن. واضح. منال انت كمراهقه كيفاش كنت مع روحك مع بدنك؟ مع والله انا جافي ان بروبليم نتاع خشمي اللي هو عملت غينوبلاستي وعاودت. لا 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 اسمعني مانيش لا باش نسالك شنو كانت مشكلتك انا مانيش مطالب باش نقول لك شنو عاودت وشنو ما عاودتش وكذا وماكش معناتها مش هذايا اللي يهمني. باش نقول لك شنو ان توكا التصفيقه على الريزولتا اللي يهمنا هو 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 الريزولتا. انا 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 حبيت نعرف كيفاش كانت علاقتك مع روحك وانت مراهقه صغيره وكيفاش قررت باش تلتجا الى عمليات تجميل ووقتاش وكيفاش صار هذا؟ ساعه كانت عندك مشكله مع روحك والا لا؟ في المراهقه في سن ما؟ كانت عندي مشكلة اللي هي جو تخوف اللي مثلا عندي خشمي أكبر من اللازم باغ اكزومبل باش نرجع نحكي والعباد والعباد تلاحظ لك عليه؟ العباد مش تاع أصحابك وقتها في الليسي ما نعرفش أنا لا لا في الفاك لا 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 أنا ماهيش حاجة ياسر فلاغرونت معناتها نو فهمتك مي أنا مليانة مراهقة أنا نحب نولي ستار دونك معناتها في مخي عندي ديجا صورة نتاع أنا شنو نحب أنت بديت تولي مشهورة قداش عمرك وقتها؟ بديت شويه دخلت تعديت في التلفزه اول مره قداش عمرك؟ اول مره تعديت عمري 19 سنه 19 سنه ايه وقتها مازلت بديت تروشك ولا ما روشك شيء وقتها؟ لا وقتها مازلت ما عملت حتى شيء وكيف شفت تصويرتك وقتها شنو قلت انت؟ ليه انا جو مو تروفي جولي ديما راه ديما محليني ومعناتها عجبتني روحي لكن فما حاجات صغار اللي هما نحب نصلحهم هكا راهو هذه حاجة مهمة برشا باش انه الواحد مش يجي ياخذ روحه في المراية يقول أنا خايب لازمني نعمل كل شيء باش نصلح كل شيء، نو. أنا جو متخوفي جولي لكن فما حاجات صغار اللي هما وقت اللي دخلت أنا للتلفزة فما حاجات صغار ولا كبار؟ لا فما حاجة لا 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 أرجع لتصويري لا 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 ما وصلنيش للحكاية هذيك لا مثلا انا باش نعطيك ان اكزامبل نتاع خشمي كيفاش تبدل كان عندي مشكله كبيره في الكادر في البروفيل خاطر خشمي عام شويه هكا دونك دوكو جيتي ان بو كومبلكسي وقت اللي المخرج يجي يقول لي راه باش ناخذك من البروفيل دونك من غاديك بديت نخمم باش نعمل اون اوبيراسيون مي قبل هذاك نو ما كنتش معناتها ما كنتش نخمم في حاجه هكا وقررت معناتها اللي عجبني فيك سكو قررت داسومي ويظهر لي ما كومش برشا الفنانات التوانسه واللي تقولوا بالحق راني التجأت الى عمليه التجميل، كيفاش قعدت تخمم؟ معناتها انت قلت اكثر منه صراحه ولا ما حبيتش تستبله بالجمهور كما قلت انت؟ ما نحبش نستبله
قبل وظاهره اون بلوس ما نحبش نستعمل. انا مانيش فاهمه انا خاطر ظاهره فما حاجات يقولوا لي منين انت تقول ناتوريل وهم ماهمش ناتوريل ناكد اللي برشا حاجات ناتوريل لكن اللي مش ناتوريل نقول عليه ما نخسروش بعضنا على قطعه ولا زوز مش مشكله معناتها ما هو المفيد ما واحد ما هو احنا الموضوع نتاعنا معناتها الموضوع نتاعنا هو واحد قابل فكره خاطر هو المفيد وان واحد يبدا مرتاح مع روحه. هل ترى كان فما حاجه موضوعنا اليوم مش باش نعرفوا فلان ولا علان عامل ولا مش عامل ولا شنو اللي عامل ولا شنو اللي مش عامل، هل ترى كي تبدا حاجه مقلقتك هل ترى تلتجأ الى عمليه التجميل نعم ام لا؟ انت تقول كفنان يلزم هو اولا ساعة الفنان يجب أن يكون قابل روحه ساعة باش ينجم يعجب العباد، معناتها كان ما يعجبش روحه ما ينجمش يعجب العباد، هذا ما تفقن فيه دونك الحل حسب رايك انت عمليه التجميل من غير حتى ادنى ربع مشكله. ما فماش حتى مشكله في الزوز في الميديسين وفي الشيروجي معنا. ومصارحه الجمهور. ومصارحه الجمهور حاجه لازمه. لازمه. معناتها اليوم تبارك الله علينا الكلنا عندنا انترنت وندخل ونشوفوا وان سانفورم وشنو اللي تعمل وشنو ما يتعملش اكسيتيرا اكسيتيرا معنا. دونك ما نجمش الفنان اليوم يكذب على الجمهور نتاعو. ديجا كي تكذب على جمهورك تخسر. به. الوقت يتعدى كيفاش تتصور روحك باش تقاوم الوقت اللي قاعد يتعدى؟ معناتها كيما عملوا ذئب اكثر فيه معناتها الوقت قاعد يتعدى له بالمقلوب، اما باش يجي نهار ما عادش باش ينجم معناتها شكون قال لك؟ لا ميديسين كونتينيو ا ايفولوي ما تعرفش عليها بون مش واحد باش يقعد كيما هو معناتها لكن لي ميثود يتبدلوا انا مثلا ميتي تعمل توا الارجيل في وجهها على خاطر لي غيت باغ اكزومبل الارجيل طفل معناتها زين عاد تفل لي ناحيه شنو عباد تزرق بالواحد وما فسالك هي كيفاش تحب نقول لك مماتك شنو تعمل مماتك مش في الطفل تعمل مماتك ترى ورينا البوتوكس هاتو نوريك مماتك خاطر ما نتصورش دكتور جمال الطفل اللي ناحي اللي غيده الطفل يعطي مش يعطي ما ينحي اللي غيده دكتور لجنه في الطفل لا انا فاسالك في العقليه نتاعها لا مونتاليتي هو البوتوكس هو البوتوكس وشوف ترى خلينا نشوفوا التقرير اللي عملناه معك دكتوره لجنه فيما يخص البوتوكس. عمليات التجميل ما فيهاش كان التدخلات الجراحيه، فيها التدخلات التجميليه الخفيفه كيما لاسيد ايالورونيك او ما يعرف بالفيلر اللي نستعملوه على البلايص اللي نحبوا نزيدوها فوليوم كيما الخدود والفم. بالفيلر نجمو نصلحو الخشم من غير جراحة. عملتلها اون رينوبلاستي ميديكال، ستويتلها الخشم نتاعها من الفوق، اي اون بليس طلعتلها فيه شوية، اي جي في لا روكونستركسيون دو لا بوانت دو ني. البي ار تي هي تكنيك جديدة واللي يستعملوها أطباء التجميل، وتتمثل في إنه الطبيب ياخذ شوية من دم الباسيون ويحطه في اللاباري هذي، باش يفصل بين خلايا الدم والبلازما، من بعد يزرقها في الوجه، الشعر، الرقبة واليدي حسب طلب الباسيون. البي ار تي تنحي التجاعيد الخفيفة، تقوي الشعر، وتعمل غاجونيسمون للوجه. البليكسير هو اخر تقنيه في عالم التجميل واللي نستعملوه باش نحيو الجلده الزايده فوق العين. البليكسير هو حاجه جديده طلعت جوست باش نحيو بها الجلده اللي فوق العين من غير ما نعملوا عمليه، ايفي دو سوبليماسيون اون 2-3 جور ومن بعد لا بو هذيك الكل ترجع نورمال تعمل اون بوتيت كروت، لا كروت هذيك تتنحى ولا لا بو ال سو ريتراكت، معناتها تنجم اليوم تعمل البليكسير نتاعها وترجع تخدم عادي. نجمو نكبسوا الوجه من غير جراحه بالفيل تونسور هذا اللي يعوض الليفتينغ في العمليات الكبيره. هذا اللي مشيت تجبد هكا وثاني افيك لو فيل تونسور اي اون ميم تون اون فا تيري فيغ لو دونك منها باش نجبد شويه في الرقبه. فوالا بوغ روتراسي لو بال هذايا نتاع الوجه. بعد الفيلر البي ار بي والبليكسير نجيو للبوتوكس اللي يعمل شلل العضلات ويمنع ظهور التجاعيد. نستعملو اكثر على الجبين وما يدومش اكثر من 6 أشهر. البوتوكس هو سيت اون توكسين بوتولينيك سكريتي بار لو كلوستريديوم بوتولينيوم اللي هي سيت اون بكتيري دونك الي ريسبونسابل دافيبلير ان بو لو موسك معناتها يولي ما عادش فما اكتيفيتي مسكولير كبيره برشا سورتو في الفرون. سي نورمال على خاطر هو اوفيت لا توكسين بوتوليك تعطي لي في نتاعها في ابارتير من الكاتريم جور باغ كونتر فما دي كونسيي لازم نقول لك عليهم اللي هما ما يزمكش تبص لقدام نهارين لولانيين لي دو اكستريم دو تمبيراتور ما يزمكش تمشي لهم دونك ما يزمكش الحمام السخون وما يزمكش تدا ثلج وسكي و اكسيتيرا. التوكسين هو
التدخلات التجميلية الخفيفة نتيجتها مضمونة وتظهر بالوقت وما تعملش حتى وجيعة، ما تخلفش حتى سيكاتريس، لكنها ما دومش برشا ولازم الشخص يرجع يعاودها ديما. دكتورة شنو منا في حكاية سكي هذا مش معقول، ما هذا واحد ملتمشي لسكي بعد وبلوس عامله 17 زريقه وبعديك تقول لك ما فيهاش شويه خطوره، معناتها ما فماش لا معناتها السيكونس كلها ماشي في مخها للبوتوكس، معناتها حاجه كبيره، راهي حاجه ماهيش حاجه بسيطه، معناتها بالنسبه لنا احنا حاجه بسيطه بالحق. سي كوا معناتها اوفيت باش نحي كلكو غيد في جبينها ولا كلكو غيد في وجهها، ما هيش حاجه كبيره. جي ساعات اون باسيون تدخل الكابينيت تقول لي نقولها مثلا تستحق بوتوكس، تقول لي غيالمون معناتها يسحق بوتوكس، مش يقولوا يعمل كانسير ويعمل مرض خايب ويعمل دار شنو، نقعد باهته معناتها وين قراتوا هذا وين سمعتوا؟ وفات هذوما لي زيكو اللي يسمعوهم العباد البرا هذاك، علاش هما بالنسبه لهم هما كلمه بوتوكس حاجه كبيره، كلمه عمليه تجميل حاجه كبيره. ساعات فما نساء هكاك معناتها هذاك مخهم شو يقول لهم، معناتها هذاك شو سمعت، هذاك شو عرفت، دونك عندها اون ايدي بلوز او موان كي ني با كلير. باش نفسروا للساده المشاهدين معناتها بعجاله، البوتوكس يقعد قداش بين اربعه وستة اشهر وبعديك يلزمهم يلزم يعاودوا. او فات يفو لو روفير دو فوا باغ ان، دو فوا باغ ان بوندون تخوا زون، وبعد يولي يشد اكثر على خاطر هو الاكتيفيتي مسكولير نتاعو انت باش معناتها تو افيبليغ الاكتيفيتي مسكولير، اي دوكو لو مسكول سو ريفاي بلو تار، دونك يشولي يشد اكثر وي موا. معناتها البيدجي نقولوا احنا سانيفي كيمولاتيف، البيدجي نقولوا احنا مليون في العام، اما توا سمعت فما دي برودوي جدد في بلاصه البوتوكس ولا ساعة، بالله فما كلمه ما نجمتش ننطقها، اسيد ريفيبيغ، كيفاش دي اسيد؟ لاسيد ياليورونيك. هذاك هو هذاك شنو هذاك؟ هذا سي لوي كي افي لا ريفولوسيون في الميدسين استيتيك، سي لو برودوي فار اللي نحطوه في الوجه ينحي لا ريفولوسيون. لا سي ان برودوي بيو موجود في وسط البدن نتاعنا. ياخذوه منين هم؟ لا هو صانعينه، اما هو ديجا موجود معناتها عندنا منه، سي با ان برودوي كي يزرق وين؟ هذا انا في بالي يزرقوه لهنا. اي يزرقوه وما يزرقوهوش في الجبين، علاش؟ يتزرق في جبين بعد ما البوتوكس عطي لي في نتاعو، على خاطر يتزرق في جبينه، يتزرق لا غيد كي تجي في جبين هناك يطلع على الحواجب باغ اكزومبل، كي طلع على الحواجب ديك لا غيد تظهر، والا كي تعمل روحك متغشش باش تجيك اون غيد هنايا هكا ولا مي كنحطوا فيها لا سيديا لورونيك سي فري اون فا ليميتي نحيوها لا غيد، مي اسكونا تريتي لوريجين. إذا ما عادش تتحرك باش ما عادش وي سي لي موسكل لوريجين شنو ما هما سي 62 موسكل والاسيد يتحط لهنا غادا في بالي ولا لا اكزاكتومون لاسيد بليزور كاتيغوري يا دي اسيد يا ليورونيك رمبليساج هذا باش يعبي بور كومبلومون دي ريد كومبلومون دي ريد لهنا وي لو كومبلومون دي ريد كي نمشيو للريد ديريكت نحطو في وسطها لاسيد يا ليورونيك باغ كونتر يا دي اسيد يا ليورونيك بور فوليماتور والا بور روموديلاج دو فيزاج بلوغه سهله حاجه اخرى بي باغ اكزومبل فما اسيد يالورونيك نحطوه في لي بوميت باش نفخو بيه البوميت، كي تزرق في الفم يولي عندك فم، كي تزرق في المونطون يولي عندك مونطون. انت واش تحب وانت وانت والتخساج نتاع الوجه مثلا، مش يجي وجه كاغي تجي تخرج فيه دي بوميت من هنا ما يجيش، ولا باش يجي وجه تحبه هي اوفال وانت باش تخرج لها دي بوميت، معناتها ابخي يفو اتر فيزاجيست بور سا، سي بور سا معناتها سي تري مينسيو. كان معناها لابو دو كاليتي معناها مازالت صغيره جلده ما تستحقش تبدل جلده زايده. تعبيها بالاسيد لونيك ولا باش تحمصها ماشي تخي تخي بيان تعطي نتيجه خارقه للعاده. لكن بالعمر مع الوقت نجم تجبد الجلده وتعاود في نفس الوقت قص جلده زايده تعمل ليفتينغ وتعبي شحب. باهي فما من لي زيدي غوسو معناتها ما نعرفش هي فكره مسبقه والا فكره صحيحه، على قد ما تبدا بكري تاخذ في اجراءات باش تاخر من مظاهر الشيخوخه على قد ما خير، هذه فكره مسبقه ولا فكره صحيحه؟ سي ان بريجوجي ولا صحيحه؟ لا صحيحه صحيحه. باهي دونك انت المراه وقتاش والا الراجل وقتاش يلزمو يبدا وشنو يلزمو يعمل؟ غالب الاحيان ديما قبل 40 سنه. قبل 40 سنه؟ قبل 40 اول غيد تظهر في وجهك لازم اول غيد تظهر لك في وجهك وقتها يلزمك تمشي شي طون ميدسان بور باسكو تاخذ ساعات وحده عمرها 20 سنه تلقى عندها اون بو نتاع وحده عمرها 30 سنه. وتاخذ مرأة عمرها 70 سنة تلقاها ألا اون بو دون فام كي 40 عام. وقاية قبل كل شيء. من أول تجعيدة تمشي للطبيب. وقاية على خاطر كان تخلي لا غيد هذيك الفا سو كروزي دو بلوز اون بلوز،
بعد باش تولي سيكاتريس دو ريد، بعد باش نوليو نخدمو باش نوقفو لوريجين تاع الغيد هذيك، وبعد باش نمشيو لها هي باش نحيو لها سيكاتريس دو ريد. وهل ترى الوقايه هذه نجم تحميك من بعديك بالليفتينغ؟ الساده المشاهدين نقولوا ما خاطر شوف الليفتينغ ما حبيناش نعديه لكم على خاطر شفنا الدكتور جمال اللي يعمل فيه ليفتينغ صورناه، معناتها واللي هو معناتها إلي على بوان دو لا تكنولوجي، معناتها على خاطر التقنيات راهو نتاع عمليه التجميل ماشيه وتتطور. اما بالحق الليفتينغ ظهر لنا كاسح شويه باش نوريوه، هاو كان تحبوا نوصف لكم بعجاله خاطر الكل يقول لي تعدى، اما الليفتينغ كاسح شويه معناتها يجيو يكونش عليه عباره واحد باش ينحي وجهه ويلصق وجه، يجي لهنا يقص بالكدا يجبد ما يقص بالمقص يخيط مع لابلوش، والله وعمك جمال حاطط موزيكا واحد يخيط ويطرد تقول حد قرقيف وجه المراه وحد قرقيف معناتها، اما راهو الريزلتا تصفيق على خاطر شفناه كيفاش يعمل. لا لا والله ما عندكش. نرجع لسؤالي، هل ترى وانه من اول تجعيده تمشي تاخذ الوقايه نقولوا احنا بوتوكس ولا اسيد ولا جريس ولا اللي هو ينحي لك الليفتينغ تولي ما عادش في حاجه الليفتينغ يوخر الليفتينغ؟ وقتاش عاده المعدل نتاع العمر نتاع النساء فما رجال يعملوا الليفتينغ في تونس؟ طبعا برشا. مش برشا لكن فما البورسنتاج النسبه تقريبا قداش؟ لازم تكون 10% 10% من الليفتينغ رجال 90% نساء. الأعمار قداش بتاع الرجال ومتاع النساء؟ الرجال فوق الخمسين. الرجال فوق الخمسين والنساء بون فما شكون يبدا أنت والحالة بتاع الجلد فما يبدا حتى من 40 سنة حتى من 40 سنة 40 سنة الليفتينغ جملة معناتها؟ نجم علاش؟ أنت والحالة بتاع الجلد نتاعها. إذا كان المرأة ولدت جابت خمسة صغار وزادت 30 كيلو وبعد ضعفت ووجهها ترهل وبدنها ترهل، سي نورمال على لاج دو 40 تلقاها باش تمشي تعمل ليفتينغ. أبخي سا ديبون دو لا كاليتي دو بو أون بلوس، سا ديبون دو ليكسبوزيسيون تاعها للشمس، سا ديبون هي وين عاشت فيما بلاد قعدت، شا عملت أنتروتيان لوجهها وهي صغيرة. قداش يتكلف؟ اسمعني خاطر لو سامحني انا غالب تهم العباد، قداش يتكلف الليفتينغ؟ 3000 و 4000. معناتها تقريبا عمليات التجميل كلهم ما بين 3 ملايين 4 ملايين. سي لا مويان معمول بها في تونس. توا كيف نجي ونشوفوا انا هكا كان واحد يقول نجم يكون اكثر عمليه من الدوله هي عمليه على الوجه، المراه تحب على وجه، نلقاو انه الاحصائيات تقول وهذايا ثابت وانه اكثر عمليه تعملها المراه في تونس و85% من العمليات اللي يتعملوا يعملوهم نساء، واكثر عمليات يعملوا فيهم هما العمليات على الصدر. عمليه الصدر بالنسبه للمراه من اكثر العمليات في الدوله. ايه؟ لانه المراه كي تعمل عمليه تعملها لنفسها. وهذا فما برشا عباد ما يفهموش. ما يفهموش، هي تحس روحها معناها مرتاحه نفسانيا مرتاحه، وحتى في حياتها اليوميه تتبدل كما السندس، معناها عملت ريجيم وعملت ليبوسيسيون ونقصت، نفس الشيء بالنسبه للصدر. فما يعني مركب نقص كبير يركب بنيه مع الصدر. مره واحده جات مره الكابينيت تبكي قالت لي قالوا لي صدر اللوح باش تشريها. فما مركب نقص كبير. اما باش نكونوا زاد واقعيين وما نغطيوش عين الشمس بغربال، مش النساء الكل اللي يعاودوا في صدرهم صدر لوحه. قال لك فما دو زابروش اللي حسب اللي حذرنا احنا واللي ريناه والمداول. عندك مثال عند الامريكان والا في البرازيل، فهمتني؟ عندهم ياسر يحبوا يوريوا اللي هما قاموا بعمليه تجميل، توريك تفهم تقول يستحيل انها تكون طبيعيه. باغ كونتخ عندك لا مونتاليتي لاتين معناتها نتاع مثال في فرنسا، المراه كي تمشي تعمل عمليه تجميل تحاول وانها تعمل حاجه ما يفتنوش بها العباد، حاجه وانها تكون مزيانه وتقد وتنجم تتعدى وانها طبيعيه. لهنا في تونس لا فهمتها لا برازيل لا امريكان لا بورتوغيل، فما على كلون احنا التوانسه. انت تشوف في برشا دي باسيونت معناتها شنو هي المونتاليتي نتاع المونتاليتي في تونس؟ 80% برازيليه ولا 80% لاتينيه كما تحكي. معناتها تحب حاجه خفيفه وديسكريت ومعقوله. فهمت؟ فما الشاد يحذف ولا يقاسوا عليه. معناتها فما لي زيكسيبسيون كي سون دو لوردر دو 5-10% ما يفوتوش. حبيت جست نعقب على حكايه عمليه الصدر اللي هي دارجه وكل شيء، لانه ننساو انه المراه تتعدى برشا حاجات، برشا مراحل تتعدى بالحمل، تتعدى بالرضاعه، بالولاده، هذوما الكل يعملوا ديفورماسيون في النيفو نتاع الصدر. دونك كيما يقول دكتور جمال هي تحب العمليه هذه لروحها،
لانه هي كيف تقف قدام المرايه يوميا باش تبدل حوايجها، اذا بيها كان عندها فورت بواترين ترجع كما كانت صبيه، ترجع كما اول ما عرست، شيخه بروحها تلبس التاي نتاعها هو بيد وما يتبدلش. وقول انت اذا كان هذا ممكن علاش لا؟ علاش لا؟ واذا كان ما عندهاش كومبليتمون معناتها صدر، انها يولي عندها صدر زاد بوركوا با؟ هذا الكل داخل في نظرتها هي معناتها بسيشيكمون لروحها كيفاش، وكل واحد عنده. علاش قلت انت ما فهمناش لا مونتاليتي لاتينيه برازيليه ولا معناتها اوريونتال ولا اوكسيدونتال؟ سا ديبون المراه سي كا باغ كا اتريتي، سا ديبون نظرتها هي كيفاش. فما شكون اللي ترى اللي الفورت بواترين خايبه تقول لا كيفاش انا تكون عندي فورت بواترين؟ لا، فما اللي عندها فورت بواترين تمشي تنقص، فما اللي ترى تقول علاش باش تنقص؟ انا ماذا بيا نعمل فورت بواترين كيف كنتي. دونك هنا سا ديبون. منال انت متصالحه مع جسمك؟ انا متصالحه مع جسمي، وكان في ال بالحق معناتها وكان تحب الصدق والصراحه. معناتها متصالحه على جسمك على الاخر معناتها؟ متصالحة، ما نجمش واحد يكون راضي 100%، ما نكذبش عليك. لكن اون فادير بالنسبة 80% فرحانة. وأنت والشخص بشنو يتعدى؟ ساعات فرحانة بروحي برشا، ساعات فرحانة بروحي شوية، ساعات نمشي للطبيبة نتاعي اللي نقولها مثلا عمل الحاجة الفلانية تقول لي ليه ما نستحقش. وهنايا الغول نتاع الميدسان اللي هو ياسر 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 مهم، اللي انا نشكرها دايوغ على خاطر ساعات نبدا انا سافا با نحب حاجه تطلع لي مورالي، جو بونس اللي كان باش نعمل حاجه الفلانيه مورالي باش يطلع باغ اكزومبل، تقول لي هي ليه منال ما تستحقش؟ برا امشي عم سهريه ولا برا امشي اشتح شويه ولا برا امشي تو مورالي يطلع، فهمت؟ دونك هوني الغول تاع الميدسان مهم برشا. انا مثلا طبيبتي اليوم صحاب انا وياها، معناتها ولينا فريمون بالكونفيدونس. واضح. منال نحب نشكرك برشا على خاطر اتصلنا برشا فنانين وفنانات وطلبنا منهم باش يعطيونا رايهم وشهادتهم في الموضوع، فالكلهم اتضحوا انهم ما عندهم حتى علاقه بالموضوع. يقول لك انا شنو دخلني انا في الموضوع، ما عندي عليه حتى فكره وما يعني نيش. فتصفيقه كبيره 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 على منال عمره اللي قدمت جديد وباش تحكي معنا في الموضوع. وي مدام سامحني، جوست فما حاجه اخرى بالنسبه للفنانين اللي هي مهمه باغابوغ لليماج. معناتها نحن نحكيو توا على الميديسين وشيروجي استيتيك، لكن زيد راهو توا الحاجات اللي هم مثلا يخليو الناس يقولوا منال ياسر تبدلت ولا تبدلت، فما حاجات سي فغي معناتها بالميديسين وبالشيروجي، لكن فما حاجات اخرين زيد اللي هما بالمكياج وباللوك وبالحكايات هذاكم الكل. هذاك علاش انا في كل ايميسيون ديما معناتها جو تيان غوميرسي ليكيب اللي هي تخدم ورايا، اللي هما باغ اكزومبل بور اجوردي لو سونتر. نعود بعد اسمع نعود بعد هذا الفاصل الاشهري. مش خذونا الفاصل الاشهري، الفاصل الاشهري برا امشي فاصل بوبليسيتي وازي بوبليسيتي. دونك جو تيان بوكو ا رميرسي سانتر فيوليت، واليوم جو تيان بوكو ا رميرسي على روبا المزينه هذيا ستراس ذا دريس في المنزه 5. فوالا، وشكرا منال على الحضور، سبقونا عليها. بو هدى مرحبا بك وشكرا اللي قبلت الدعوه نتاعنا وجيت. عمرك 30، عمرك 33 سنه؟ 34 اتري بيانتو. مازلت ما عملتهمش ال 34 صاحبت مركز تجميل كبير ياسر وحلو برشا، صوروه لكن نتاعنا في سوسه دايوغ، فما تقرير صغير يخصك كان تحب تشوفوه وبعديك نرجعوا نحكيو نشوفوا تقرير على هدى ومن بعد نرجع. Je suis fier d'elle. Maintenant, je l'encourage tout le temps. Pas mal de gens qui ont été en train de se faire. Houdé. Houdé. Houdé, je suis en train de dire. عندي ليستة طويلة. أنت كنت في كوريا، خلينا نبداو بالمقلوب بساعة. كنت في كوريا، ما زلتك روحت من كوريا؟ ما زلت البارح روحت من كوريا، بون روحت نص النهار قعدت راقدة لليوم. باهي، مشيت لكوريا باش تعمل عملية تجميل، علاش وحنا عندنا طب باهين هنا؟ والله عندنا طب باهين تبارك الله، كيما الدكتور جمال هو الدكتور اللي نتاعي، ديما معاه الحقيقة في العمليات اللي عملتهم الكل.
مي في كوريا انا عملت له خيانه عملت له خيانه اليوم قلت له خنت ديجا قلت له خيانه هذه المشي لكوريا معناتها مشيت لكوريا علاش؟ مشيت لكوريا خاطر تفرجت في الكلينيك هذايا وسمعت عليه برشا والكل يمشيوا له برشا دي ستار من لبنان ومعروفين بالكدا كيما هيفا وهبي مشيت عندهم الفيلاين وحبيت نمشي فيلاين هذه العمليه اللي عملتها هيفا الوجهه اللي تعطي فورمه الفي كيما نيفرتيتي فهمت؟ كيما نيفرتيتي نتاع المصاروة تحكي نتاع مصر القديمة مصر القديمة فهمت تحبوا تقولوا كيما نيفرتيتي تو بنفهموا برا ولا لا معناتها نيفرتيتي ولات لموذة لايامات لموذة تو نيفرتيتي هي أقوى عملية تجميل في العالم دايوغ في الخليج الخليجيات الكل يعملوا فيها ليستاغ في أمريكا في العالم الكل تو يعملوا في النيفرتيتي اش عملت في كوريا فان كونت بون مشيت عملت معناتها كونسلتاسيون والكل شفت على العملية هذية قالوا لي السوم سيتي فريمون شوكون جيت يا اخي كنت شد في الجمل الخي اسمع جيت قلت له قداش بنشوفوا هذيا فهمت لا وبالرغم انت تبارك الله عيني ما تضرك معناتها لاباس عليك وعندك ان سونتر اللي يمشي مليح خاطر احنا لهنا باش العباد تفهم تعطي دي كور دو فورماسيون نتاع مكياج نتاع مكياج وعندك ان كغون سونتر في سوسة وعندي في تونس زاده في اللاك وعندك في تونس معناتها باش انت حسيتها بالله غاليه غاليه قداش غاليه في كوريا باش نعرف بون غاليه العمليه تتكلف حكايه 25,000 دولار 25,000 دولار وقت اللي في تونس العمليه هذه دكتور جمال والله دكتور جمال قال لي نعملها كادو لا لا معناتها عمليه صعيبه ولا لا هذه؟ اشوف العمليه هذه هي بالحق لموذة هذه الفي لاين الفي لاين بون لموذة تقول لموذة بالحق استعملوا فيها بون لوفال دو فيزاج نفرتيتي صار بالحق حكايه هذه نفرتيتي معناتها رجعت اون فوغ اون فوغ اون سو مومون فهمت تبقى هي مش انا خاطر انا وقفت في خشم كليوباترا انا الامور تطورت هي مشات لكوريا باش حابه تنقص في المكان هذاك ولا هذايا بون هذايا قالوا لي ما ينقصش خاطر هما في كوريا اون فيت وجوههم معرض برشا وانا كي تفرجت في لي فيديو اللي عندهم الكل ينقصوا في العظم هذايا قال لي ليه العظم هذايا ما يتمسش ما يلزمش يتمس اذا كنت تحب نعملوا لك اميني فيلاين جوست نعملوا لك الفي هوني وكهو قالوا لي انت وجهك ما يلزمش يتمس سمحت خاطر في اسيا الوجه نتاعك عريض وعندهم المشكله هذه ايبرتروفيك على المشكله خشين والعظم عريض وجوه الكوريين والوجوه الاسيويين رجعهم كما وجوه الاوروبويين نقصوا من العظم هذا العظم هذا نقصوا منه بتاع جداق ولا نزرقوا بالتوكس في العضله باش العضله تتقلص هذاك دونك ولاو مختصين في الفي لاين في لاين صحيح تولي عندك سكرتير الفي لاين ويستعملوا برشا في الخليج فما يجيو حتى مرضى من الخليج العربيه السعوديه قعدت بيت انا اكثر بلد عربي يعمل العمليات التجميل معناتها العربيه السعوديه انا قعدت بيت قداش نساء يعملوا راهو جراح تجميل في بلدان الخليج كونسوماسيون لوكال تاع كل يوم معناها ما فماش عائله ما فيهاش زوز ثلاثه عاملين جراح تجميل وكونسوماسيون كبيره خاصه السعوديه فهمت دونك هذاك مشات كوريا الجنوبيه مشات كوريا دونك خذيت افي وقلت تحب ترجع جيت نعملوا لك احنا حاجه بسيطه برشا باهي خساره انت طلعت الطبيب نتاعها ما نجمش نسالك سؤال خاطر ما تنجمش وما عندكش الحق حتى بالقانون باش تجاوبني عليه اما نجم نسال الدكتور لجنف باغ كونتخ انا جيت باش نقول لك عندي قائمه لهنا طويله جيت باش نقول لك دكتور والله انا في بالي الحقيقه اللي انت طبيبها دكتور دونك جيت نسالك زعما باش نقول لك كي تغزرها هكا حسب رايك شنو هو العمليات اللي عملتهم دونك انت ما تنجمش تجاوبني وما عندكش الحق باسكو بالسر المهني ما عندكش الحق تجاوبني باغ كونتخ الدكتوره لجنف عندها الحق تجاوبني حسب رايك كيف تغزر الهدى شنو اللي يظهر لك من كوريا وشنو اللي من تونس وشنو اللي تحب نعطيك الوجه برك ولا كلها؟ اه هو الكل يا حبيبي صار هو الكل عشان نبداو به به
كيفاش برا نبداو الكل شنو هو اللي عندنا؟ اسمعني نقول لك انا هاو عندي لهنا وتو نرشم ونقول لك شنو هو المريقل وشنو هو اللي مش مريقل برا عندنا نبداو في البدن بعد نتعداو الوجه اوغمونتاسيون مامير ليبوس كولتور اوغمونتاسيون دي فيس ليبوسيسيون culotte de cheval, un peu l'intérieur des cuisses, lipofilling visage, botox, comblement. هدى انت عملت هذايا الكل فوزات معناتها فوزات اون تري بيل فام معناتها انت تبارك الله عليك مراه معناتها بالحق مراه مزيانه و تو تي ريوسي اون بلوس انديبوندونت وتخدم وكذا وكذا هل ترى لهنا ما دخلناش شويه في الاديكسيون شنو تطمح معناتها وين ماشي هل ترى ما يجيش وقت وين واحد توا حكينا مع البسيكاتر مع الدكتوره معناتها لهنا بالحق واحد لازم يعمل اي حاجه ترتحه في مخه اما ما يجيش وقت اللي واحد يقول يزي معناتها ستوب راني وصلت النتيجه معناتها بون توا ما نتصورش ديما باش نقعد نعمل بوتوكس باش نعمل شويه انجكسيون فيلر باش نعمل ديما شويه شفايف في حاجات هي تحكي على بدني قالت عملت شوف لا باش نوضح البوان هذيا دايوغ انت وريت تصويرتي وانا صغيره عمري ظهر لي 24 عام وريت بدني كيف انه معناتها كان سبورتيفا وبدني هكا وسطي صغير وليفاس نتاعي ديجا من عند ربي الحمد لله يا ربي كبار والكل شنو من عند ربي شنو مع شنو من عند ربي؟ من عند ربي هكا شنو اسامي من عند هذاك انا ضعيفه سمنت شويه هكا بون فما حاجات كبرت شويه انت وكيم كارداشيون سمنتوا فرد وقت زوز سمنا زوز فرد وقت سمنت زوز فرد وقت اما وجهي عملت بون اوغمونتاسيون ما مير كيف كيف اما لي فيس ما كبرتش والله يا هدى راني انا فكرتي ما تفهمنيش بالغلط دكتور بربي انت عملت كل شيء لا والله ما تفهمني انا فكرتي لهنا راك معناتها مزيانه والف من يتمناك ودور عندك خطيبك وخطيبك تبارك الله بوغوس معناتها بالكدا ما قالكش يزي ستوب راهو الريزولتا نتاعك باهي مريقل راك تبارك الله عليك يزي ستوب في شنو باريكزومبل معناتها من العمليات لا يولي حسستني انا لا يولي هوس معناتها معناتها في الاخر بكل يولي معناتها خاطر انت ماكش تعمل في لونتروتيان انت مازلت تحب تبدل معناتها مازلت تحب تعمل هي فوالا هي مو جوست 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 تنجم تهز لان واحد ما ينجمش يكون باهي مع الاخرين كان ماهوش باهي مع روحه كان ماهوش راضي على روحه بقطع النظر معناتها يكون فنان مشهور ولا مش مشهور اون بلوس كخي دي كومبلكس هو واحد ساعات تبدا عنده ضربه صغيره في سنته كي يضحك يولي يخبي في سنيه واحد كرشي يولي ياخو مخده يبدا مغطي معناتها كي دي حتى في الجستوس نتاعنا لا جيستويل نتاعنا تتبدل ما يظهرلكش وانه ان سيرتان مومون يزي ما تعمل لونتروتيان كيما نعمل بوتوكس بير اكزومبل نعمل حاجات دايوغ عندي تو برشا ما عملتش عملية اسال حتى الدكتور جمال عندي برشا نمشي نعمل جوست عنده بوتوكس نعمل فيلر نعمل جوست الحكايه هذه الفيلاين درنييرمون هكا ربطت لي في مخي نحب نعمل فيلاين فهمت خاطر إيه؟ ريت كيفاش؟ دايوغ باش نعملها عند الدكتور جمال. باهي. ومش نعملها وشد صحيح زاد. لا 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 وان شاء الله تكون عمليه ناجحه وتزيد زين على زين، اما انا مشكلتي وين؟ دي سؤالي معناتها ما عندي حتى مشكل وحتى حد ما عنده حتى مشكل وهذا من حقك وكذا، برك نحب نفهم والساده المشاهدين باش يفهموا. معناتها انت تقول تو انا لا راضيه وكذا ونعمل في جوست قلت انت جوست معناتها يكونش عليها حاجه خفيفه معناتها جوست باش نعمل بون هي ماهيش خفيفه هل ترى هاك انت قلت ماهيش خفيفه معناتها عمليه معقده معناتها ابارامون 25 مليون دولار قلت لي تسوى في كوريا دونك عمليه معقده ما نعرفش ترى خلينا نسال الدكتور عيسى ان سيغتان مومون هي دخلت دون ليماج دو لا بيرفكسيون هي تحب لا بيرفكسيون Est-ce que la perfection est de ce monde?
هي تحب لا بيرفيكسيون. فما ناس راهي تخلط ان سارتان نيفو سي بون باهي كل شيء مريقل وكل معناتها مزيانه باهي اكسبتابل مزيانه برشا مش حتى كان مزيان. اما فما حاجه اسمها لا بيرفيكسيون. وعندك منهم برشا هذوما جيو في الكابيني برشا بيان سور هذوما اللي يحبوا البيرفيكسيون بيان سور. سامحني اللي تعيط له انت بيرفيكسيون ما نجموش نعيطوا له اديكسيون. لا فما بيرفيكسيون فما اديكسيون. اي اما البيرفيكسيون مادام لا بيرفيكسيون ني با دو سو موند ما تنجمش البيرفيكسيون تولي اديكسيون سامحني. نجم ايفولو فيغ لاديكسيون نجم اي. دكتور جمال انا والله حضورها هي قلت لها يزي ما عادش نجم نزيدوا حتى شيء. زاد اون فام تخي تخي بيل لاباس عليك في برك باللي عملتوها راك شريت هنشير دكتور انت. بارك الله عليها يعني بارك الله عليها معناها قلت لها بيان سور بارك الله عليها. مي الشيخ تشوف لا بيرفيكسيون دونك هذيك مشكلة توا اللي نوصلوا لحد نهار ونقولوا للمريض يزي فو سافوار دير نو فهمت سي تري امبورتون. انت قلت لها لا لا هاك هاك مش تعملها العمليه. لا لا قلت لها هاك هاك مش تعملها الفيلاين. ما قلتلهاش لا لا علاش مش تعملها الفيلاين دكتور جمال هاك مش تعملها مش تعملها الفيلاين خاطر مشيت لكوريا وشافت كو عادي يعني كيف تمشي لبرا بالعكس الشومات اللي خادمينهم غاديك عند دكتور جمال احلى برشا ميم حتى ما فهموش معناتها انا عامله خشمي وعامله عاملي دكتور جمال هذيك البروتيز مش بروتيز سو دي كارتيلاج كون يكراز ولا نحطوا فوالا هما ما فهموهاش اصلا قال لك احنا نعملوا سيليك يعني حاجات اخرى قديمه شويه فهمتك. دو فاسون باش تعمل العمليه نتاعها لو فيلاير اخر حاجه ما عادش تعمل حتى شيء واضح خاطر بعض فما مشاكل نجم على لي قدر فما انا نحب انا نحب لا بيرفيكسيون انا ديجا معناتها فيزاجيست نحب نلاقي حاجه قدامي مريقله كي نخزر روحي في المرايه ما نلقى حتى حاجه غالطه دايوغ كي الاستيتيك ولا الشيرورجي استيتيك يعني هذه الحكايه الموضوع هذا ديما نحكي فيه كسو حتى كليوناتي الكل ننصحهم فبرشا كليونات دايوغ مشاو من كليوناتي مشاو للدكتور جمال ونصحتهم ديما اعمل لي بوسيسيون يلزمك تعمل خشمك يلزمك تعمل خدودك يلزم ديما معناتها نحب لا بيرفيكسيون كيما نحب الراحه عند مراه كيما نحب الراحه في روحي زاد نحب روحي ديما بارفيت نحبش نرى حاجه غالطه ولا نرى ما نعرفش انا خدودي هكا طايحين شويه ولا سبحان الله كل حد يحب يرى روحه بارفي. هو دكتور عايز فما مصطلح مهم جدا ولو انا مش في الاطار نتاعو اما قطع النظر على المدام موضوع لاديكسيون معناتها اتر دون لو مانك الادمان فيه برشا معناتها الادمان معناتها شو كيما الادمان على الكحول ولا على ولا على الدروغ ولا على المخدرات فما ادمان على عمليات التجميل ادمان على عمليات التجميل ولا ادمان على شراء الحوايج شوبينغ معناها الانسان باش يكون متوازن نسبيا لازم يكون عنده رغبه في برشا حاجات مختلفه وبصفه مودغي دونك اذا كان يكون معناتها اكسكلوزيفمون اي اكسيسيفمون اتاشي ا ان كومبورتمون يولي معناها يصبح هو ما عادش ان سوجي يولي لوبجي دو سي اديكسيون دونك il va être toujours dans le manque. انت دكتوره قاريه باك بلس 13 vous êtes psychiatre donc تفهم في علم النفس بالكدا ما شاء الله امراه عندك نتصورك مطلعه بالكدا على عمليات التجميل وكذا وكذا قاعده تدرس في ليزاديكسيون هدى لهنا كان جيك احنا راهو الكلنا معناتها ما فماش واحد فينا ماهوش في حاجه على خاطر فما فكره غلط وانه باش يمشي للبسيكياتر ولا البسيكولوج باش يحكي معه الكلنا في حاجه وانا باش نحكيه خاطر هذه الفكره الرايجه وانه ما يمشي مهبول وكذا راي جهل سامحوني في الكلمه ولا معناتها واحد يمشي بسيكياتر مهبول راهو معناتها جهل صافي. هل ترى كان هدى تحكي معك على العمليات اللي تعمل فيهم انت كطبيبه معناتها كبسيكياتر مش كصديقه ولا ككذا تنصحها تقولها يزي والا تقولها اعمل اللي يريحك ووصل والله ابارتيغ دو مومون اللي هي تحس روحها سيده معناتها الي ماتخ ابور معناتها هي صاحبه القرار مش رغبه دفينه لا يمكن السيطره عليها هي اللي تحرك فيها ابارتيغ دو مومون اللي هي صاحبه القرار معناتها الي سوجي اي با اوبجي دو سي دوموند
سي دونك معناتها هنا عملت لي تقليب ما جاوبتنيش دو مومون كيلسون كيل ني با اوبجي دو سي دوموند معناتها راك لهنا ما جاوبتنيش هنا عندك واضحه ان نومبر دوبيراسيون وهاك شفت ما شاء الله لو نومبر دوبيراسيون لو ريزولتا اللي وصلت له اللي هو خرق للعاده ا سو نيفو لا هل ترى انت تقولها واصل ولا تقولها يزدي خلينا نحكيو فرانشمون بون معناتها Je pense qu'on ne peut pas se précipiter aussi rapidement que ça. خاطر هي راهي قالت لك جوست. ريت معناتها هذه البيلاين اون بليس انا نسخيها لاسير اون بليس عمليه صعيبه معناتها وان واحد دكتور جمال به توا انت هل ترى من العادي واحد يقول لك باش نعمل جوست الفي لاين معناتها اللي هي عمليه رزينه معناتها كمان. لا بس انا غلط. مش رزينه مش رزينه. مش رزينه لا لا مش عمليه خفيفه خفيفه برشا عند الدكتور جمال تبارك الله مش رزينه ما تخافش حال اي طبيب مكون تكوين صحيح ماهوش ما فيهاش خفيفه بس كده مش انا على نوتخ افي معناتها الكلام اللي قالته الدكتور بن عيسى صحيح وقت اللي تولي هي لوبجي لي زوبسيسيون هذوما بالحق وقتها تولي مشكله فسالك شو معناها انها تكون هي لوبجي لي زوبسيسيون عندنا نفس الكاب الحاجه اللي تجمع البوان كومان اللي يجمع بين منال وبين هدى اللي زوز رمز معين بالنسبه لمنال رمز المعجبات والمعجبين اللي عندها برشا معجبات تقول لك نحب نعمل خشمي كيما منال عماره نحب نعمل كذا كيما فوالا سي اكزاكتومون سا سامحني حتى بي ار بي ولا حاجه على الحكايه هذيا مثلا احنا مش نحكيو على التشجيع لا سامحني نحكيو انت برشا معجبات يقولوا باش نعطيك البوان معناتها نتاعي انا لافي نتاعي انا البوان دو فيو انا كي تجيني وحده من لي فان تقول لي منال انا نحب نعمل خشم كيفك انت نقول لها لا تعمل كي باش تعاود خشمك تشوف مع الطبيب نتاعك شنو الخشم اللي ايويتيك هي اون مش باش تستشيرك تعمل او ما تعملش هي باش تستشير طبيب لكن هي الايدول بالنسبه ليها هو منال عماره سورتو كيف تشوف لافون لابخي باغ اكزومبل تقول فوالا انا بيجي نحب مزيانه كيما منال عماره اي تو فهمتني اتر كوكيت وتكون زاده عندك بلاصه في لا سوسيتي يخلي برشا عباد يكون يتبعوك معناتها وهدا كيف كيف اللي يجيوها للسنتر الكل يحبوا يعملوا دي برودوي كيما هي ويحبوا يعملوا بيلينغ كيما هي ويحبوا يعملوا دي زوبيراسيون كيما هي هذا بوان كومان بيناتهم فما حاجه قالتها منال القبيلي قالتها هدى بطريقه مختلفه لكن هي سافيان او ميم قالت لك نبدا قلقه نمشي للطبيبه نتاعي نقول لها فوالا اعملي هكا بويسكو ولينا دي زامي سي سي غاف ولا انا غلط؟ وي معناتها ما امشي امشي اعمل حمام في بلاصه امشي للطبيب معناتها ولا امشي للحجامه ولا يا سيم دو سا مش على لا شيرورجي انا حكيت على مثلا نمشي نعمل ميزو نمشي نعمل بي ار بي سامحني ما نحكيش على شيرورجي على اي موديفيكاسيون اي اون موديفيكاسيون سامحني على الدكتور اون موديفيكاسيون دو لاسبي دو لابو على خاطر انا تعبه ولا مورالي طايح باش نمشي نعمل اون ميزو اللي هي تخلي وجهي ينور كما نقولوا نحن ما مشيتش انا قلت بلي اعمل ميزو ميزو اللي هي الميزو هي باش تعمل ديزانجيكسيون منين هاك تفهم بالكدا ايش معناتها الميزو؟ ميزو معناتها باش تعمل ديزانجيكسيون دو فيتامين سور لو فيزاج اللي هي تقولش عليك انت باش تغذي البو نتاعك باش تغذي البو نتاعك من داخل دونك انا كي نمشي للطبيبه ما نقولهاش بربي سامحني بدل لي فورمة وجهي ولا بدل لي حاجه في بدي نو انا نقولها اعطيني حاجه اللي هي تخليني نحس روحي مرتاحه خير دونك انا كي نمشي للطبيب ما نمشيش باش نشق انا نمشي باش نعمل انجيكسيون تاع حاجه ترتاحني Donc c'est pas donc ce n'est plus grave ya doctora. Mais ça revient au même hakaka. On va passer à la vous avez dit que c'était grave mais ce n'est pas grave. Je fais ça le carlich. Nemchi ou toi les situations tu me chi ou toi les graves. خاطر هنا on va passer à l'acte. هي وجهها مش مستحق توا سامحني هي وجهها مش مستحق دي زانجيكسيون اي لا بي ار بي سي ان انترتيان كيما قالت لك هي عطاتك اكزومبل تاع ميزو انا مش نحكي على اكزومبل هي مالك في المرية تاعها على ميزو انا قلت لك ما تحكيش على ميزو نحكي على باساج استيتيك هي ما هي خاصها تعمل جوست ميزو دي دون درا شنو انا نحكي على الباساج الاكت دكتور لجنف افهمني مليح مانيش نحكي على الاكت شنو راكم فاهميني بالغلط نحكي على الباساج للاكت دكتور بن عيسى ما نعرفش قاعده تفهم فيا ولا الباساج الاكت يتعدى من دوموند بسيشيك ما قالك حكايه غير الميزو كيما فيتامين سي ولا حاجه اي هي وجهها مش مستحق لو كان مستحق راهي قالت لها وقت انا ادرى بان وجهي مستحق دونك هذه الحاجه الاولانيه كيما امراه تبدا قالت لك لا سامحني لا جينيرالمون تقول لي
كي نبدا كي تبدا مراه تعبه وتحب هكا تعطي تطلع شويه تطلع شويه مراه لروحها تمشي قدام المرايه وتماكيش الكل نتعديو بالحكايات هذوما تمشي تلبس لبسه مزيانه وتعمل تصويره تهبطها في الفيسبوك الكلنا اون باس باغ لا انا كيف كيف كي نبدا نحس في روحي تعبه والتعب نتاع الخدمه نتاعي يوصل لي لتعب المورال نتاعي نمشي للطبيبه نتاعي كيما باش نمشي نعمل انيتواياج دو بو ولا باش نعمل حمام كيما قال سامي نمشي نعمل مثلا ميزو انا بازيت الكلام نتاعي على ليكزومبل اللي انت عطيتو انك مشيت للطبيبه وقالت لك فازي امشي اشطح ولا امشي اخرج اسهر خير علاش عمل ان ديفولمون لا خاطر تقالي مثلا عملت ميزو جمعتين تالي وانا مشيت دادات تقول لي منال تخرج لي فيشتي تقول لي منال انت عملت ميزو جمعتين تالي وليد تنسى وقتاش تعمل مثلا ميزو بس نورمال عندي برشا حاجات نعملها توا هدى احنا متفقين على الانتروتيان نحكي على حكايه التغييرات معناتها تغيير الفورما نتاع وجهك ولا باش تبدل حاجات ولا كذا معناتها مازلت تقول انت البيرفكسيون اللي حاجتك بها مازلت ما وصلت لهاش ليه الحمد لله ديما انا ساتيسفايت بروحي مي كيما قالت منال كي نقلق شويه تضربني ديبرسيون ولا حاجه نحب حاجه نبدل بها نطير بها هكا القلق نحس روحي لازمني نعمل حاجه كيما اللي يمشي يعمل لازمني ولا مي اون فيت انا العباد ديما من حتى من قبل ما نعمل حتى عمليه ديما يقولوا لي ما احلاك اشيك فوا نعمل حاجه يقولوا لي علاش تعمل هكا علاش عملت علاش والله حرام عليك والله زيد والله مي انا نحب اشيك فوا نزيد نعمل معناتها بار اكزومبل خشمي بورتون من الاول الريزلتا كانت مزيانه على الاخر يقول لك الدكتور اجمل رجعت وقال لي علاش باش تعاود قلت له هكا فديت نحب نعاود عاودت للمره الثانيه وعاودت المره الثالثه معناتها خشمي عاودته ثلاثه مرات ديجا عند الدكتور جمال مي ديما معناتها نحس روحي مزيانه مي اساغتا مومون نقلق مش يقف هذايا لانه مربوط ديبرسيون مش باش يقف ساعات فو سافوار ديغ نو تو انت نقلق سبحان الله نقلق يضربني شويه يقلق سيرتو كي نتعدى بدي بيريود ديبريسيف برشا شارج نتاع خدمه ولا حاجه ديما تصير لي الحكايه هذيا سيرتو بعد السيزون نتاعكم تاعي مش كيف كيف انا القلق نتاعها هي مش كيف كيف انا ما نمشيش نبدل حاجه في وجهي الحقيقه انا نعمل كيما قلت مثلا انجيكسيون دو فيتامين ما نمشيش نبدل خشمي ولا معناتها بون لا سي فري كيفو فيغ attention à l'addiction في الحكايه هذه عادي انا راه حاجه عادي انا راه حاجه ما لي استغل كل دايو هيفا وهبي كيفاش كنت من الاول وتوا تراها تعديت ب 20000 وجه يعني كل مره تراها بوجه ما نعرفش انا نجوى كرم كيفاش كانت ب 1000 بدن كيف كيف لي استغل كل حاجه عاديه هذه شيرجي استيتيك باقي عندنا المونتاليتي نتاع كيفاش وعلاش ودرشنا لا انا راه حاجه عاديه دايوغ لي ستار في العالم الكل يبدلوا تلقاها سيرتو في لبنان انا صاحبتي برشا لبنانيات نمشي سنين نلقاها بلوك عام جاي نلقاها خشمها خشم ماخر علاش بدلت تقول لك اهو بدلت تنفخها خدودها تنفخ شفايفها معناتها عادي عندهم عادي قعدت الحكايه ذي عندنا احنا في تونس مونتاليتي مونتاليتي علاش ومركبه ودرشنية سيرتو بعد الحكايه ذي كل ما اللي مركبه انا ونولي اي سامحني بيه اما يعطيك صحة توا ما دامك انت تقول ما دامك انت مرتاحه شي يهمك الحمد لله مزيانه و جو مي سون بيان في بيني بين روحي وكل ابار شنو؟ لا قلت لك ابار سا زاد متلاهيه بروحي كيما تحكي لك نعمل بي ار بي نعمل ميزو نعمل نعمل كل شيء نعمل الحكايات هذوما الكل اللي هي بالبوم تاعي اللي هي كل شيء بشعري لا هي بالسبور لا هي ببدني هل حلمت لا هي بحاجه اخرى تقطيع وتريش لا بروحي خيره انا هكا هذه حياتي حتى داير صاحبتي اللي تقال لي هذه ما يمنعش معناتها راهو لازم تعمل الزوز ما يمنعش هذا ما يمنعش انا لا هي كان في روحي الحمد لله لا هي كان بروحي هكا هاو لا هي برويحتي نغزر الروحي اليوم شنو يلزمني نعمل ساعة انت امراه كيف فكره مش يقطعوا فيك ويريشوا بركة ساعة انت راك داخله لا لا ديما يقطعوا فيك راهم يقطعوا فيك ويريشوا على الاخر هكا ولا لا هذيك الكل متعدين عليه مي انا كي نبدا حتى في الصالون نبدا نغزر روحي في المرايه نعمل حاجه ذي لازمني نعمل حاجه معناتها كيف ترى الخايب ما تراش الباهي معناتها العباد يقولوا لي ما احلاك ما احلاك ما احلاك مي انا راد بون راد ديفو مي راه حاجه نحب بيرفكسيون منحب حتى حاجه دايوغ كنت نعمل برشا سبور وصلت نعمل مسكولاسيون كان بدني بيان مسكلي وصلت متوا بالخدمه والستريس وما بين تونس وسوسه دونك تعبت شويه دونك ما عادش حتى لاقيه وقت برشا للسبور مي وصلت اسارتان مومون معناتها عندي بدن ان كور دو غيف
ما فماش حتى واحد دايور يجي لي ميدسان يمشيو يهزوا تصاوري انا وصلوا يهزوهم يقولوا لهم نحب دم كيما هو ذا. اي ومن قال عكس هذا؟ اي حتى لتو عندك ان كور دو غيف تبارك الله راهو معناتها ما لا تو نحس زدت شويه زدت شويه كمان مش عملت له هكا معناتها ماشي للدكتور جمل دكتور جمل نكلم نقول له حضر بيت العمليه باهي لهنا شو كيفاش ما بين سندس وما بين هدى بد في تناول الموضوع هذا معناتها فريمون زوز حكايات سون تري انتيريسون. سندس كيف عملت عمليه التجميل عندها حاجه تحب توصل لها وصلت لها وفاء. انا يظهر لي وانه قدان بدنك هو ولا الحاجه اللي انت عايشه على خاطرها. معناتها كيما نوريو توم كروز معناتها بدل وجهه الرجل عنده علاش اقل فيلم ياخذ عليه 20 مليار يبدل وجهه حتى 10 مرات معناتها عنده علاش. انت ما شاء الله معناتها امراه عندك كل شيء تخدم مستقله ماديا معناتها مخطوبه امورك واضحه عايشه ما عندك علاش يظهر لي وليت لك كيما باش تقتل الوقت معناتها قاعده تقد في بدنك. انا شنو اللي ما حبيتش الميساج اللي ما حبيتوش يتعدى زاده ما يلزمش زاده نبسطوا اكثر من اللازم عمليات التجميل. ما نعرفش كان الدكتور عيسى موافقتني والا لا يظهر لي كمان حاجه ما يلزمناش نبسطوها ما يلزمناش نردوها زاده حاجه اي خاطر الجسد مقدس معناتها ما يلزمناش نمسوه الا اون افيك لا في دو سون ميدسان ومعناتها احنا توا نعيشوا افكتيفمون دون لو موند دو ليماج دونك دون لو موند دو باغيتر بون معناها من المهم ان الانسان يعتدل معناها يكون معتدل وخاطر تلقى ايدنتيفيكاسيون معناها تشابه ولا تطابق ما بين لي زيدول ولا لي ستار مع نفسه دونك يولي يطمح الى ان يتشبه بك الشخص هذاك دونك سو ميكانيزم ايدنتيفيكاتوار اي تري امبورطون اي فو لو سافوار لو جيري. هدى كان خطيبك عنده القدره باش يتحكم فيك ويسق عليك باش تعمل اي حاجه يقول لك ما عاد تمس حتى شيء خلي كل شيء هكاكا ما عاد تمس حتى شيء تنجم تشد روحك ولا؟ نجم اه؟ اي بيان سور اي بيان سور على هو ديجا معناتها مقتنع مي كان يقول لي هو ليه حاجه هذيك ما تعملهاش اكيد ما نعملهاش سامي شبيه نشوفك حاير هو سيغمون فرويد قعد 30 عام بسيكاناليز وهو الاناليز لا بسيكولوجي دو لا فام وفي الاخر قال جي با كومبري لي فام سكيل فول ما يعرفش ما نساش تحب معناتها انت رافيك حاير معناتها كان ما فهمش فرويد حتى انا ما خص عقلي باش نفهمهم باش نفهمهم انا اما لهنا تو هي ثوره ليماج اي كل ما تشوف ستار عملت مثلا عمليه هي ثوره ليماج بهذايا الانستغرام والفيسبوك وكذا وكذا المراه تطمح باش تعمل يقول لك ماذا بيا يولي وجهي هكا علاش انا عندي الماتيغ بروميير نتاع النجم كي نحسن نخلط للوجه هذايا المزيان اللي نجم دونك سي بور سا ال بونس ال ريفليشي باش تمشي تعمل عمليه تجميل وتحب تعمل حقن ولا تحب تعمل حاجات تخلط لللوك هذاك المنظر هذاك الوجه هذاك دونك سي نورمال سي لا ريفوليسيون دو ليماج كي في سا باش نوصلوا توا الاجمل حكايه اليوم معناتها في معناتها انا اجمل من اجمل الحكايات اللي عندنا لكن يلزمنا قبل ما نمشيو لها منال عندها التزامات وشكرا اللي جيت منال تصفيقه كبيره على منال عماره ابونتو ميرسي عمليه التجميل مباشره بعد هذا الفصل